لليوم الرابع على التوالي تتواصل حملة التطعيم ضد كوفيد 19 في مركز التطعيمات بأرض المعارض، وذلك وسط تنظيم مميز من قبل كافة الجهات المعنية ومهارة عالية في التعامل مع الأعداد الكبيرة لتلك الفئات التي توافدت لأخذ هذا اللقاح، حيث يشهد مركز الكويت للتطعيم إقبالا كثيفا من قبل الكوادر الطبية والعاملين في الصفوف الأمامية وكبار السن لتلقي اللقاح، حيث يتم استقبال المسجلين في الموقع الإلكتروني وفقا للمواعيد المحددة لهم.